بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنتكلم في موضوع الاغتصاب تحت تأثير العقاقير. أول بحب أشكركم على كل الإطراء اللي جه على الفيديوهات السابقة، وإن شاء الله بتمنى أن أنت تشترك في القناة عشان يجي لك كل جديد، وأتمنى أن أنا أشوف تعليقاتكم إن شاء الله هنرد عليها مجمعة في حلقة لاحقة. واحنا بنتكلم عن موضوع الاغتصاب تحت تأثير العقاقير، هنناقش في الحلقة دي ايه هي انواع العقاقير دي، ايه هي تأثيرها على المجني عليها، وكيفية تعاطي هذه العقاقير ومدة بقائها بالجسم. هي في الفترة الأخيرة زاد وتيرة معدل جرائم الاغتصاب تحت تأثير العقاقير، وهي ليها مسمى عالمي يسموها كلاب دراجز، أدوية النوادي، أو بيسموها دي تريب دراجز اللي هي أدوية التواعد الغرامي، لأنها كثير جدا من وقت الحديث بتباع وبتستخدم في حوالين الجرائم اللي بتتم في الأماكن الكبيرة في النوادي الكبيرة وما شابه ذلك، وصالات الديسكو وما شابه ذلك، بيدسها الشباب للفتيات دون علمهن في النوادي الكبيرة، وزي ما قلنا في صلاة الديسكو وما شابه ذلك. لكن الحقيقة إن بعض الفتيات بتتعاطى هذه العقاقير بإرادتها، يا إما عشان تمنحها الطاقة والشعور بالنشاط أثناء الرقص وتعطيها القدرة على التحدث بطلاقة، يا إما عشان تزود الإثارة الجنسية والجاذبية ليها، بالذات اللي بتمارس الدعارة بحيث إن هي تبقى أكثر إثارة جنسية. وبعض المدمنات بتستخدم بعض هذه العقاقير مع الكحول والهيروين عشان زيادة تأثير الهيروين. فإحنا دلوقتي قلنا إن ممكن الجاني يدس هذه العقاقير للمجني عليها، وممكن المجني أو ممكن الفتاة تاخدها بإرادتها. حقيقة إحنا بنبقى قدام، والمحقق بيبقى قدام ورطة كبيرة جدا، إن هو لما نلاقي العقاقير دي في دم أو بول الفتاة، فإحنا قدام أمام فرض من الفروض الثلاثة الآتية. الفرض الأول إن يكون المجني عليها قد تعاطت هذه العقاقير بإرادتها عشان الحصول على الطاقة والنشاط والكلام ده أثناء الرقص وما شابه ذلك، ولم تكن تريد أن تمارس الجنس. الفرض الثاني أن تكون المجنى عليها قد تعاطت هذه العقاقير بإرادتها من أجل برضو الطاقة والنشاط أثناء الرقص وما شابه ذلك، وكذلك لتمارس الجنس بعد في نهاية اليوم بجاذبية شديدة. الفرض الثالث أن يكون أو تكون هذه العقاقير قد دست للمجني عليها دون إرادتها بغرض تسهيل اغتصابها. وإن شاء الله هنشوف في الحلقة دي والحلقة اللي جاية إزاي المحقق يقدر يفرق ما بين الفروض الثلاثة اللي إحنا هنتكلم عليها. أنواع هذه العقاقير، وأنا طبعاً لما هاجي أتكلم مش بتكلم على أسماء تجارية، أنا بتكلم على أسماء علمية. أهمها على الإطلاق الجاما هيدروكسيبيوتريت أو جاما هيدروكسيبيوتريك أسيد والريهبنول والكحول، بعض المنومات، بعض المهدئات، بعض مرخيات العضلات، بعض مضادات الحساسية. معظم هذه العقاقير مدرجة في جدول المخدرات ولا تباع في الصيدليات إلا بوصفة طبية وفقاً لضوابط معينة. فأنا من هنا أهيب بضمائر السادة الصيادلة بعدم صرف هذه العقاقير إلا وفقاً للضوابط المشددة المحددة لصرف هذه العقاقير في الحالات المرضية فقط، لأن هذه العقاقير بتستخدم في حالات الأرق واضطرابات النوم ومعظم الأمراض النفسية وعلاج الاكتئاب التالي لانسحاب العقاقير اللي هي المنبهة والمنشطة زي الميثامفيتامين والكوكايين. هي بعد شيوع استخدام أحد هذه العقاقير في الاغتصاب، الشركة أنتجت
عدلت إنتاجها وعملت الأقراص دي أقراص مغلفة، بحيث إن هي بدل ما كانت بتدوب في خلال ربع ساعة وبتبدأ تأثيرها بعد ربع ساعة، بتدوب في بطء، فلما تحط في أي شراب ولا حاجة تاخد وقت أطول عشان تدوب. وكمان أول ما تدوب في أي عصير بتدي صبغة زرقاء قوية جدا، يعني اللون الأزرق بتاعها قوي جدا، بحيث إن أي امرأة تستطيع إن هي تشوفها. ولكن طبعا اللي بيستخدم هذه العقاقير أصبح دلوقتي بضاعها في عقاقير داكنة زي الكوكاكولا والبيبسي وما شابه ذلك، فما بيبانش أثر. تعال نقعد نشوف إيه تأثير هذه العقاقير على المجني عليها. لو افترضنا إن الجاني جاب قرص أو قرصين وحطهم في أي مشروب للمجني عليها وقلبهم كويس، المجني عليها شربت هذا المشروب، تبتدي الأعراض عليها اللي هنقولها دلوقتي، هتبتدي الأعراض عليها بعد نص ساعة تقريبا بعد تعطيها بالفم. أعلى مستوى تأثير العقار بيبقى بعد ساعتين، والأعراض بتاعت العقاقير دي بتستمر من 10 ل 12 ساعة تقريبا. ما هي الأعراض؟ تبتدي إزاي؟ المجني عليها تبتدي بعد أقل من نص ساعة تقريبا، تبتدي تتحدث بطلاقة، بتضحك بطريقة غير عادية غير معتادة لشخصيتها، بتغني وترقص، لأن هذه العقاقير بتثبط بتوقف بتوقف اللي هي مراكز التثبيط اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقات السابقة، وبالتالي بتجعل المجني عليها خاضعة ومذعنة ومطيعة للجاني بشكل كبير جدا. مجني عليها بتحس ان افكارها مشوشه، تحس بدوخه، خمول، نعاس، فقدان القدره، فقدان القدره على التحكم العضلي، مش قادره تميز الاشياء اللي قدامها. لكن في عقارين من العقاقير اللي احنا قلناهم دول بيزودوا الرغبه الجنسيه بشكل كبير عند المجني عليها، فالمجني عليها تثار جنسيا وتصبح شديده الجاذبيه الجنسيه، وغالبا هي دي المشكلة، غالبا هي اللي بتطلب العلاقة الجنسية. يعني هتبان قدام الأشخاص لو كان في مجموعة قاعدين مع بعض، هتبان إن هي كل تصرفاتها إن هي اللي بتطلب العلاقة الجنسية. للأسف المجني عليها لا تشعر إنها تحت تأثير أي عقاقير، لا، ولا تشعر إنها بتتصرف بشكل غير طبيعي، ولذلك هتشارك المجني عليها أثناء لو خدها المجني الجاني واستدرجها وخدها لمكان آخر ياخدها يستدرجها من هذا المكان ويبتدي يمارس معها العملية الجنسية، هتمارس العملية الجنسية بطريقة أوتوماتيكية تلقائية، يعني مش هيكون لديها قدرة على القبول، يعني مش قابلة العلاقة الجنسية بإرادتها، فبتمارس الجنس ولكنها هي مش مدركة هي بتعمل إيه. المجني عليها بتحس إنها في حالة تشبه حالة السكر، يعني تبدو للناظر إليها أنها يقظة وقادرة على التصرف، لكنها غير درجة الوعي بتاعها متأثرة بدرجة كبيرة جدا جدا. بعض الأحيان المجني عليها بتخش في حالة خمول وبعدين تنام بعد ساعتين لثلاث ساعات، يبقى قدامنا احتمالين، يا إما هتبقى حاسة إن هي في حالة شبه سكر كده ومش هتنام، هتقعد كده 10-12 ساعة في حالة تشبه حالة سكر، يا إما هتخش في خمول شديد وتنام بعد ثلاث من ساعتين لثلاث ساعات. طيب حالة النوم دي أو حالة شبه السكر اللي هي فيها إما واحدة من الاثنين دول، هتبتدي المجني عليها بعد 10-12 ساعة تستعيد وعيها الطبيعي، يعني حالة شبه السكر دي هتنتهي أو تبتدي تستيقظ من النوم بتاعها، لكن لما تصحى أو بعد ما تستعيد وعيها من حالة شبه السكر دي، هتحس إن هي جسمها كله مكسر، حاسه بتشويش في افكارها، مفيش قدره على التركيز، الكلام ده للاسف هيستمر معاها لمده يومين تقريبا. لكن اخطر حاجه في هذه العقاقير ليست انها تسهل عمليه الاغتصاب فقط، اخطر حاجه في عقار جاما هيدروكسيبيوتريت وعقار الروهيبنول ان هما بيسببوا فقدان للذاكره الحديثه، تقريبا بنسبه 90% من الذاكرة الحديثة بتفقدها المجني عليها بصورة جزئية طالما كانت تحت تأثير هذه العقاقير. يعني من أول ما العقار بدأ يشتغل، من أول ما بدأت تغني وترقص وتتحدث بطلاقة لغاية لما بدأت تفوق من النوم، بتكون
فاقدة ذاكرة جزئيا. العينات دي هتفضل في الدم إيجابية لفترة تتراوح من 4 لـ 5 ساعات، يعني في الدم هتفضل 4 لـ 5 ساعات فقط، لكن في البول تظل 4 لـ 5 أيام إيجابية. إذن مهم جدا دي لما نيجي نتكلم إن شاء الله على تحاليل المخدرات وما شابه ذلك، إن هي بتفضل في الدم 4 لـ 5 ساعات وبتفضل في البول 4 لـ 5 أيام مش ساعات. لذلك يجب على المحقق الجنائي ويجب على الطبيب الشرعي لو عرف ان هو بيتعامل مع حالة من حالات الاغتصاب الجنسي تحت تأثير عقاقير، ازاي يعرف ان تيجي المجني عليها تقول له انا مش فاكرة اي حاجة؟ لما المجني عليها تقول انا مش فاكرة اي حاجة، لابد ان نتوقع ان الجريمة حدثت تحت تأثير العقاقير المسهلة للاغتصاب. وفي الحالة دي يجب ان نطلب من المعمل تحديدا البحث عن العقاقير المسهلة للاغتصاب. مش بس كده، لأن إحنا لازم نطلب تحديد نسبة تواجد هذا العقار في العينات. ليه؟ لأن عقار زي الجاما هيدروكسيبيتيريك أسيد ده بيبقى موجود في أنسجة الجسم بصورة طبيعية، فإحنا بنطلب تحديد النسبة بتاعته عشان نعرف هل هناك نسبة غير طبيعية، يعني هل هناك تعاطي خارجي لهذا العقار أم إن هو من المكونات الطبيعية لجسم الإنسان، وبالتالي بمعنى آخر هل هي تحت تأثير تعاطي من عدم. إن شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم عن دافع الجاني للاغتصاب في هذا النوع من الجرائم، والبيئة الاجتماعية للجريمة، وما مدى علاقة الجاني بالمجني عليها، وكيف يساعد المحقق المجني عليها على استرجاع الذاكرة. ما تنسوش تشتركوا في القناة، وإن شاء الله نكمل هذا الموضوع الهام في الحلقة القادمة إن شاء الله.